بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم متابعي قناة سوق عمر، وأسعد الله مساءكم في حلقة جديدة من حلقاتنا الأسبوعية المختصة في علم الطيور وخاصة الكناري والحسون، كل يوم خميس ويوم أحد على الساعة 6 مساء بتوقيت تونس العاصمة. أيضا هنالك حلقات فرعية في باقي أيام الأسبوع، كما يمكنكم متابعتي عبر مدونة سوق عمر .com وكذلك عبر صفحات سوق عمر على تويتر وعلى الفيسبوك. كل هذا وأكثر تجدونه أسفل هذا الفيديو. أصدقائي، أيضا لا تنسوا تفعيل الجرس في قناتنا كي يصلكم كل جديد، فسيستر اليوتيوب تحتم عليكم تفعيل الجرس بعد الاشتراك فيها كي تصلكم كل جديد إشعاراتنا من حلقات مختصة في علم الطيور. ما زلنا في سلسلة سؤال وجواب، وبإذن الله سأحاول أن أجيب على بعض الأسئلة، وأبدأ على بركة الله بالسؤال الأول. كم تعيش طيور البادجي؟ طيور البادجي أولا هي من فصيلة الببغاوات، وهي لها أسماء عديدة. في الشرق الأوسط تسمى بطيور الحب، في تونس وفي المغرب العربي يسمى بالبيريش، وفي اللغة العربية تسمى بالبادجي. البادجي تعيش من 10 سنوات إلى 21 سنة في البرية، أما في الأقفاص فستعيش أقل بسبب التغذية والنشاط والحركة المطلقة لها، لأن في البرية توجد كل العناصر من الفيتامينات ومن الأدوية ومن البروتينات التي تتواجد في الأعشاب وتتواجد في البراري. طيور البادجي بشكل عام هي طيور اجتماعية تربى بالزوجين، يعني زوجين، لا يربى بالفرد مثل الكناري أو الحسون، بل يربى ذكر وأنثى. هم طيور زينة، يعني تدخل في خانة طيور الزينة، لا نستمتع بتغريدها لأنها لا تغرد ولكنها جميلة الألوان. أعمارها كما قلت من 10 إلى 21 سنة في البراري، ولكن في الأقفاص تكون أقل، هذا حسب دراسة الخبراء والله أعلم. السؤال الثاني، متى يبلغ طائر الكناري ومتى يتوقف عن الإنتاج؟ متى يبلغ طائر الكناري، يعني متى يستطيع أن يتزوج ومتى يتوقف عن الإنتاج؟ به يستطيع طائر الكناري التزوج في سن 8 أشهر فما فوق، أما التوقف عن الإنتاج عموما إذا تم إنهاك الكناري كثيرا وخاصة في موسم التزاوج، فقد تتقلص فرص الإنتاج منه بشكل ملحوظ، ويبدأ هذا التقلص في سن 4 سنوات. أما إن كان هنالك عناية جيدة به من أكل وفيتامينات وتغذية متوازنة، يصل به الحال إلى سن 7 سنوات من الإنتاج، ولكن هذه غير قاعدة أساسية. فهنالك طيور تصل إلى فوق 10 سنوات وما زالت تنتج، فهي هذه فقط مجرد دراسات أصدقائي نأخذ بها نستأنس بها ولا نجعلها قاعدة في حياتنا، لأن الطائر يختلف من طائر إلى غيره. السؤال الموالي، كم من مرة نقدم أفيكول كوقاية للطيور؟ فقط نستطيع أن نقدم الأفيكول مرة في الأسبوع كوقاية. خذ يوم من الأيام، مثلا يوم الخميس، واظب عليه على مدار السنة. كل يوم خميس أقدم أفيكول على مدار السنة، فهو كوقاية يعني، وأفيكول منصوح به، هو من شركة فيرسين لاغا، وجميل جدا هذا الفيتامين، عفوا هذا الدواء. السؤال الموالي، هل أستطيع أن أنتج هجين من أب زيبرا وأم كناري؟ نستطيع الإنتاج منهما، يعني يأتينا هجين من أب زيبرا وأم كناري. أنا أنصح أن يكون الهجين يعني يأتينا من الحسون والكناري، ولكن لا بأس في إخراج أيضا الهجين من فصيلة أخرى. ومهما يكون عزيزي السائل، إخراج الهجين من الأنواع الأخرى تكون أثمانها ضعيفة جدا، لأن الزيبرا والليكرا والسماريس والبرزون والزانب، كل هذه الطيور نستطيع إنتاج الهجين منها، ولكن تكون أثمان ويكون هذا الهجين ثمنه بسيط جدا، عكس الهجين الذي يأتينا من أب حسون وأم كناري.
وعلى العموم يعني تستطيع إنتاج الهجين من أب زيبرا وأم كناري إذا كانوا منسجمان مع بعضهما البعض. السؤال الموالي: متى أستطيع إخراج طيوري خارج الغرفة الخاصة بهم؟ نحن الآن في فترة حساسة بين الخريف والشتاء، يوم يكون بارد ورياح قوية ويوم يكون ساخن وشمس قوية. أنت هنا يجب أن تقيم ويجب أن تختار. إذا كان الطقس هادئ والشمس مشرقة والجو ليس بارد نوعا ما، فتستطيع إخراج طيورك كي تتشمس يعني مدة نصف ساعة أو أقل، ثم تعيدها إلى الغرفة. وإذا طيورك في مرحلة القلش أو غيار الريش فلا تخرجها من الغرفة سواء كان الطقس مشمس أو غير مشمس. أما طبعا إذا كان هنالك هواء أو طقس بارد فلا ينصح بإخراج الطيور خارج الغرفة، لأنها ستتعرض إلى ضربات الهواء. السؤال الموالي: لماذا لا نستطيع تقديم الدواء للطيور المصابة عندما يكون الفحم موجود في القفص؟ بالنسبة لهذا السؤال أنا خصصت له درس كامل عن فوائد الفحم للطيور، ولماذا الفحم ميزته أنه إذا قدمناه للطيور فلا نستطيع تقديم فيتامين أو دواء آخر، لأن الفحم ميزته يمتص كل شيء من جسد الطائر سواء سلبي أو إيجابي، يعني سواء فيتامينات سواء أدوية سواء أشياء سلبية يمتصها الفحم. فعندما يكون الطائر مريض هنا نقدم الدواء على الفحم ونعطي الدواء، ولكن لا نعطي الفحم، لأن إذا أعطينا الدواء متزامن مع إعطائنا للفحم للطيور فالدواء لن ينتشر في جسد الطائر بسبب امتصاص الفحم له. لهذا إذا قدمنا دواء ماء أو فيتامين ماء فلا نقدم معه الفحم، وإذا قدمنا الفحم لا نقدم الفيتامين، يعني هذين الشيئان لا يتقابلان أبدا، إما الفحم أو الفيتامين، إما الفحم أو الأدوية. إذا عرفنا المرض نقدم الدواء الخاص بهذا المرض، أما إذا كان المرض مجهول فعديد الخبراء نصحوا بتقديم الفحم للطيور، لأن المرض مجهول ولا نستطيع تشخيص ما هو الدواء المناسب لهذا المرض. وعموما الفحم نستطيع تقديمه على مدار السنة كوقاية أو كعلاج، ولكن الصورة واضحة كي لا أكرر، الفيتامين والأدوية لا تتقابل مع الفحم. السؤال الموالي: كيف نفرق بين ضربة الهواء والفاش الرئوي؟ بعض المربين يعني يخطئون في تقييم هذا التشخيص، فهنالك بعض الطيور المريضة بالفاش الرئوي وهم يعتقدون أن الطيور مريضة بضربة الهواء ويقدمون لها الأدوية الخاصة بضربة الهواء. هنالك يعني مميزات لمرض الفاش الرئوي ومميزات لضربة الهواء. فمثلا إذا طائرنا مريض بضربة هواء نسمع خرخشة من الطائر، تخرج من عنده خرخشة. أما إذا كان فاش رئوي فالطائر يخرج طقطقة، يعني يخرج طقطقة، فهذا دليل على أن الطائر مريض بالفاش الرئوي، وعندما يخرج خرخشة فهذا مريض باللازم. واللازم هنالك عديد الأدوية المختصة في هذا المرض، مثل دواء طايلن، مثل دواء أورنيكير، كل الأدوية المختصة في اللازم جيدة جدا ومفيدة. وأيضا الدواء الفاش الرئوي هو فيرمكتيل، هذا الدواء يعني نقدمه حتى كوقاية، نحن لا ننتظر أن يمرض الطائر بالفاش كي نعطيه الدواء. نستطيع أيضا أن نقدم فيرميكيل نقطة في الرقبة بين الكتفين مدة مرة كل 3 أشهر أو شهرين على مدار السنة. السؤال الموالي: كيف نزيد من جهوزية طيور الحسون؟
جهوزية طيور الحسون يعني الغذاء المتوازن، هذاك لا نقاش فيه، وأيضا تقديم له الخضروات والغلال بشكل منتظم، وثم نقدم له تبرنيل أديتر وأو. هذا التبرنيل مقدم من شركة فيرسيلا جا، وهو تبرنيل رائع وأكثر من رائع. السؤال الموالي: ما هو رأيك في دواء تايلاند؟ دواء تايلاند يعني دواء مخصص للازم، يعني مخصص لضربة الهواء. أنا استخدمته شخصيا، دواء تايلاند مفيد جدا للطيور المريضة بضربة الهواء. السؤال الأخير: متى يدخل موسم التزاوج؟ دخول موسم التزاوج يختلف من مربي إلى مربي. هو قانونيا يعني ليس قانونيا، هو طبيعيا أنه موسم التزاوج يدخل في فصل الربيع، هذا الشيء المعتاد والشيء الطبيعي، ولكن هنالك عديد الخبراء والمربين يريدون أن يستبقوا الطبيعة، فيدخلوا في شهر جانفي وشهر فيفري ويصبحوا في يدخلون في مرحلة الانتاج. هنا أنت وطيورك وأنت وحسب الغرفة التي تعيش فيها طيورك، هل الغرفة متوفر فيها كل الشروط من يعني من دفء، من إنارة، من فيتامينات، من بروتينات، من أن الطيور قد جهزت في شهر جانفي، في شهر ديسمبر، في شهر فيفري قد جهزت الأنثى تريد أن تبني عشها وطبيب، فهنا يعني نقدم لها كل مستلزمات التزاوج. أنت وطيورك وأنت ونمط الغذاء وأنت والغرفة التي تربيها تربي فيها طيورك. هو موسم التزاوج يعني يختلف من مربي إلى مربي، هنالك من يزوج طيوره في شهر ديسمبر، وهنالك في شهر جانفي، وهنالك في شهر فيفري، وهنالك في شهر مارس، وشهر مارس هو الشهر الطبيعة. في نهاية هذه الحلقة أتمنى أني قد وفقت في الإجابة على الأسئلة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس كي يصلكم كل جديد، وإذا لديكم أسئلة أخرى لا ضعوها أسفل هذا الفيديو وبإذن الله سأجيب عليها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.